لقد تم فتح باب التقديم على جامعة مرموقة، وهذه الجامعة هي ميدلسكس يونيفرسيتي. تعد جامعة ميدلسكس يونيفرسيتي بدبي أول حرم جامعي لجامعة ميدلسكس، فإن جامعة ميدلسكس فهي معروفة في لندن، متواجدة في لندن وبالضبط في المملكة المتحدة أو المملكة البريطانية، فهي تعتبر من أقدم وأعرق الجامعات البريطانية ومن أحسن الجامعات كذلك في العالم. أول افتتاح أو أول فرع لها دشنا في دبي في الإمارات العربية المتحدة سنة 2005، وتضم أكثر من 4000 طالب يدرسون في أكثر من 118 جنسية. إنه حرم جامعي مثير ومتنوع بالتخصصات وكذلك بكلياته. الآن سوف نقوم بالتقديم على هذه الفرصة التي بوابها مفتوحة الآن على التقديم عليها. بالنسبة للدولة المستضيفة كما قلت فهي الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بالنسبة للجامعة الجهة المانحة فهي جامعة ميدلسكس دبي، هي التي سوف تقوم بتمويل الدراسة في دبي. بالنسبة للدول المتاحة لهم التقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم ومنها الدول العربية الشقيقة. المرحلة الدراسية فهي متاحة لمرحلة إجازة التي معروفة بالبكالوريوس في بعض الدول، يعني بملخص فهي الليسانس، وكذلك مرحلة الماجستير متوفرة كذلك. بالنسبة للتخصصات المتاحة التي يمكنكم التقديم عليها، فإدارة الأعمال متوفرة، المحاسبة والتمويل، العلوم والتكنولوجيا، القانون، الفن والتصميم، الوسائط، الصحة والتعليم، وكذلك البرنامج التأسيسي. يمكنك كذلك الاطلاع على جميع التخصصات المتاحة على الموقع بالضغط على هذه الأيقونة المتواجدة هنا، سوف نقوم بالضغط عليها لمعرفة الموقع وكذلك التخصصات. سوف تدخلون على بوابة الجامعة وهي ميدلسكس يونيفرسيتي دبي. هنا سوف تجد التخصصات بيزنس، كومبيتنت، ساينس، تكنولوجي. يمكنكم الضغط ومعرفة المعلومات المتعلقة بكل تخصص. الآن سوف نذهب لإكمال التقديم. بالنسبة للمميزات، المنحة تغطي جميع المصاريف الدراسية ولكن بنسبة مختلفة، حيث تبدأ من 20% وتصل إلى 100%، يعني على حسب الملف الشخص. إذا كان ملفك كامل ومناسب لهم، ويعني لديك مثلا قمت بأشياء فترات تدريب وكذلك فترات تطوع ولديك شهادات أخرى، فهو يرفع من نسبة حصولك على المنحة تصل إلى 100%. إذا كان ملفك ضعيف أو متوسط سوف تأخذ نسبة معينة كعشرين، ثلاثين أو خمسين. كذلك السكن الجامعي مجانا متوفر، مصاريف تأشيرة يعني طيران ذهابا وإيابا من بلدك إلى الإمارات متوفرة كذلك، وسوف يوفرون لك التأمين الصحي بالمجان. بالنسبة للأوراق المطلوبة، يجب عليك توفير نسخة من جواز سفر، صورة من شهادة تخرج وبيان درجات أو آخر مؤهل دراسي حصلت عليه. كمثال، إذا كنت تريد التقديم على مرحلة الليسانس، يجب عليك إرفاق شهادة الثانوية العامة وكذلك بيان درجات، أو إذا كنت حاليا لازلت تدرس، يجب أن تكون تدرس في آخر سنة من المرحلة الدراسية بالنسبة للثانوية، يجب عليك إرفاق وثيقة تثبت بأنك في آخر سنة وإرفاق آخر بيان درجات حصلت عليه. شهادة اللغة الإنجليزية، يجب عليك إثبات شهادة اللغة الإنجليزية، شهادة الآيلتس على الأقل 5.5، وكذلك يمكنك إرفاق شهادة التوفل وشهادات أخرى إذا كنت حاصل عليها ولم تحصل على شهادة، إذا لم تكن لديك شهادة الآيلتس والتوفل يمكنك إرفاق شهادات أخرى. يجب على الطلاب الحصول على قبول في إحدى التخصصات المتاحة في الجامعة، يجب عليك التقديم على تخصص وتكون احتمالاتك كبيرة لقبولك في المنحة. يمكنك الاتصال معهم عبر البريد الإلكتروني إذا كنت تريد الاطلاع على بعض المعلومات، يمكنك الاتصال بهم عبر هذا الموقع هنا خاص بهم. بالنسبة لشروط التقديم، هذه المنحة ليس بها حد أقصى للعمر للتقديم فيها، يمكن لأي شخص التقديم بدون حد عمر، يعني يقصي الشخص الذي يريد التقديم عليها. هذه المنحة مطلوب بها شهادة لغة كما قلت. آخر موعد للتقديم، التقديم متاح طيلة السنة على حسب الفصول، لأن هي الجامعة فيها فصول بداية الدراسة في فصل الخريف، الشتاء، الربيع أو الصيف. للإطلاع على الإعلان الرسمي للموقع يمكنكم بالضغط على هنا، بالضغط عليه سوف تذهبون إلى الموقع ومعرفة المعلومات المتعلقة
بالمنحه التي توفرها جامعه ميدلسكس دبي. مناسبه لجد المعلومات اكاديميه اكسلنس سكولرشيب، هنا سوف تعرف يعني ابتداء يجب المعلومات سوف تجدها هنا، كذلك انترناشونال ستودنتس جراند، يمكنك الاطلاع على المعلومات بالضغط على هنا. بعد ذلك سوف نقوم بالتقديم على هذه المنحة بالضغط على قدم الآن. بعد الضغط على هذا الموقع سوف نذهب مباشرة إلى هذه الصفحة. إذا لم يكن لديكم أي حساب على هذا الموقع، كيف يمكننا إنشاء حساب؟ يمكننا إنشاء حساب بالضغط على هذه الأيقونة هنا ريجستر. بعد الضغط عليه سوف نذهب إلى هذا الموقع. هنا سوف تقوم باختيار التايتل مستر أو ميسز أو دكتور كابيتال. هنا سوف تقوم بإدخال الاسم الشخصي، هنا الاسم العائلي، هنا إدخال الإيميل، هنا إعادة إدخال الإيميل، إدخال سنة الميلاد، إدخال كلمة السر وإعادة كلمة السر. بعد ذلك تقوم هنا بالضغط على ريجستر. بعد الضغط على ريجستر سوف يقومون بإرسال لك إيميل، وفي هذا الإيميل عليك فقط تفعيل اللينك، وتقوم كذلك بعد تفعيل اللينك سوف تذهب إلى هذه الصفحة. هنا سوف تجي ستار نيو أبليكيشن، سوف نقوم بالضغط عليها، وهنا تذهب يعني بطريقة مباشرة بدون تفعيل اللينك سوف تذهب إلى المرحلة الأولى للتقديم. هناك خمس مراحل يجب عليك تتبعها. المرحلة الأولى سوف نراها هنا، Are you resident؟ هل أنت مقيم في الإمارات؟ لا. إذا كنت مقيم سوف تقوم باختيار Yes. هنا سوف تجد المعلومات التي قمت بإدخالها. هنا فقط اختيار Gender، هل أنت ذكر أم أنثى كمثال. Country of birthday، مكان الإزدياد، سوف عليك فقط اختيار مكان الإزدياد التي ازددت فيه كمثال. سوف أقوم اختيار المغرب. هنا Nationality، الجنسية، عليك إذا كنت جزائري سوف تقوم باختيار جزائر، تونسي، تونس، مصري، مصر، عراقي، عراقي. إذا كنت لديك جنسيات مزدوجة يمكنك إدخال الجنسيات التي أنت حاصل عليها. بعد ذلك إمارات أيضا إذا كنت مقيم سوف تقوم بإدخالها، إذا لم تكن يمكنك أن تتركها فارغة. وهنا سوف تقوم بإدخال جواز السفر، رقم جواز السفر، وهنا تقوم بإرفاق صورة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة إذا كنت مقيم في الإمارات. وهنا do you require any following results، هل لديك أي أمراض لا قدر الله؟ هنا سوف تقوم باختيار الخانة. إذا لم تجد أي مرض أنت مصاب به سوف تقوم باختيار order وكتابة المرض التي أنت مصاب به. إذا لم يكن لديك سوف تقوم باختيار no disability. بعد ذلك هنا إذا كنت تريد إرفاق صورة شهادة صحية لك يمكنك إرفاقها. هنا do you require any following service student service، طبعا أنا أريد الفيزا للذهاب إلى الإمارات، وكذلك accommodation، وكذلك transportation أريدها لمالا. How did you hear about us، كيف علمت بهذه المنحة؟ هنا سوف تقوم باختيار اختيار الذي يناسبكم، يمكنكم اختيار مثلا other وإدخال مثلا الموقع الخاص بنا وإرفاقه هنا في هذه الخانة. بعد ذلك هنا سوف تقوم بإدخال العنوان يعني مكان الإقامة، كذلك هنا سوف تقوم بإدخال العنوان، المدينة، البلد، الكود بوستال. هنا تقوم بإدخال الهاتف الشخصي لديك. بعد ذلك تقوم بالضغط على Save and Next للذهاب إلى الصفحة الموالية. بعد الضغط على Save and Next سوف تذهب إلى المرحلة الموالية وهي المرحلة الثانية، علينا فقط الانتظار للذهاب إليها. وهنا هذه المرحلة الثانية Program Selection، هنا سوف نقوم باختيار التخصص والمرحلة التي نريد الحصول عليها. يعني لديك اثنان اختيارات، يمكنك اختيار التخصص الأول والثاني. إذا لم يكن قبولك في التخصص الأول سوف يتم قبولك في الاختيار الثاني. هنا سوف تقوم باختيار مدر جانيوري، سوف نقوم بالتقديم على مرحلة 2022 يناير. هنا الليفل، هل تريد التقديم على مرحلة undergraduate مرحلة ليسانس أو post undergraduate مرحلة الماجستير؟ مثلا سوف أقوم بالتقديم على المرحلة post graduate مرحلة الماجستير، فنفس التقديم بالنسبة للليسانس وكذلك الماجستير، ليس هناك فرق في التقديم. سوف أقوم باختيار ماستر. هنا program selection، هنا سوف تقوم باختيار التخصصات المتاحة بالنسبة للماجستير. إذا قمنا باختيار التخصص أظن undergraduate
سوف تجد تخصصات مختلفة، يعني على حسب المرحلة الدراسية التي سوف تقوم باختيارها. مثلا اختيار ماجستير، هنا سوف تجد تخصصات مختلفة. كمثال سوف أقوم بالتقديم على مرحلة International Relation، أقوم بالضغط عليها هنا Part Times، هنا كورس is Part Time، أنا أريد تخصص بأن يكون جزئي، أريد أن يكون كاملا. سوف أقوم باختيار تخصص آخر International Business Management، سوف أرى يمكنني أو حتى هو Part Times. سوف أقوم باختيار مثلا ME، نعم أظن بأن الماجستير MBA فهو part times، يعني أوقات محددة. سوف أقوم باختيار MA، هما سوف تكون أوقات full times، يعني الوقت الكامل. مثلا human resource management نفس الشيء، يعني أظن في أنها مختلفة. سوف أقوم باختيار الاختيار الأول. كذلك year of entry، هل تريد أن تقوم بالدخول العام الثاني أو الثالث؟ سوف تقوم باختيار الاختيار الذي يناسبك. وهنا في التخصص الثاني جانوري، سوف أقوم باختيار بوست جراديويت. هنا سوف أقوم باختيار تخصص آخر، مثلا قد قمت باختيار انترناشونال ريليشن، يمكنني إعادة اختيار انترناشونال ريليشن، وبعدها أقوم بالضغط على سيف نيكست للذهاب إلى الصفحة الموالية، وهي المرحلة الثالثة للتقديم. هنا سوف أقوم بإدخال المعلومات المتعلقة بالإنجليزية، مثلا هل أنت حاصل على الأيتلس أو التوفل أو PTA Academic Personal Test of English or other. مثلا إذا كنت حاصل على شهادة الأيتلس سوف تقوم باختيار الأيتلس، إذا كنت حاصل على شهادة التوفل سوف تقوم باختيار التوفل، إذا كنت حاصل على شهادة PTA سوف تقوم باختيار PTA. إذا لم يكن لديك أي من هذه الأنواع الشهادات سوف تقوم باختيار other وإرفاق الشهادة الإنجليزية التي حصلت عليها. وهنا في أكاديميك هيستوري، هنا سوف أقوم بإدخال المعلومات المخصصة بدراستي الحالية والسابقة، إذا كنت لازلت أدرس سوف أقوم بإدخال المعلومات، وإذا كنت حاصل على الشهادة يعني حاصل عليها قبلا سوف أقوم بإدخالها. هنا سوف تقوم بإدخال اسم الجامعة أو الكلية أو المعهد، البلد التي أنت تدرس فيه حاليا، المدينة، هنا الدجري يعني الدرجات التي حصلت عليها، يعني بأي درجة. مثلا بالنسبة للدرجات بيان الدرجات أو نقاط تختلف من دولة إلى أخرى، بالنسبة دول المغرب العربي فهي على الأغلب 20/20. سوف تقوم باختيار مثلا هل حصلت على الشهادة بدرجة 13، سوف تقوم باختيار 13/20 كمثال. هنا سوف تقوم بإدخال الموضوع التي السبجكت، يعني الموضوع أو يعني اسم التخصص التي حصلت على الليسانس أو الدرجة التي أنت حاليا تدرس فيها، يعني نوع التخصص قانون اقتصاد كمثال. هنا دات ستارت يعني بداية الدراسة في هذا التخصص، نهاية الحصول على الشهادة أو وقت التي سوف تحصل على هذه الشهادة، جريد كلاس ديفيجن يعني في أي رتبة، هل أنت من الأوائل الثاني أو الثالث كمثال. يمكنك أن تتركها فارغة فهي ليست إلزامية، الخانات الإلزامية هي التي لديها النجمة حمراء. بعد ذلك إذا كنت تريد إدخال معلومات أخرى أو شهادات أخرى قمت بالحصول عليها، يمكنك بالضغط على عدد another qualification. وهنا سوف تقوم بإدخال معلومات متعلقة بالعمل، إذا كان مدفوع الأجر أو غير مدفوع. إذا لم يكن لديك لم تقم بعمل ما، سوف تقوم بإدخال فترات تدريب، يعني التدريب الذي قمت به سوف تقوم بإدخاله هنا. بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على سيف نيكست للذهاب إلى الصفحة الموالية، وهي أظن الصفحة الأخيرة هي confirm and submit. الآن سوف نقوم بالضغط على سيف نيكست، بعد سوف نقوم بالانتظار إلى الذهاب إلى الصفحة الموالية المتعلقة ب confirmation. هنا المرحلة الرابعة هي confirm and submit who will pay your tuition fee، فهي هناك رسوم التقديم. هل رسوم التقديم هل يريد أحد من أفراد عائلتك سوف يقوم بدفعها؟ self funded يعني نفسك الذي سوف يقوم بدفعها، employed هو شخص يعمل، أو other. هنا سوف تقوم باختيار التخصص الذي ينفعك، هنا سوف تقوم بإدخال specific اسم الشخص الذي سوف يقوم بالدفع من أجلك. بعدها هنا سوف تقوم بالضغط على I accept، وبعدها تقوم بالضغط على submit. بعد الضغط على submit تكون قد قدمت على هذه المنحة كمثال، سوف نقوم بالضغط عليها الآن.
هنا يسألك هل أنت إذا قمت بالضغط على سبميت فإن لا يمكنك تغيير المعلومات التي قمت بإدخالها سابقة. سوف نقوم بالضغط على أوكي، وهنا سوف نقوم بالانتظار لمعرفة هل تم إرسال تقديم أم لم يقم إرسال التقديم الذي قمنا به حاليا. وهنا وبعد الضغط على Submit سوف تجد الصفحة هنا Application Submitted Successfully. هنا سوف تجد Application ID، رقم التقديم، Statue Application Submit يعني لقد قمنا بالتقديم على هذه المنحة. هنا سوف تجد المعلومات، عليك فقط بالضغط على Uploaded Document لإرفاق الأوراق. ما هي هذه الأوراق؟ لقد قلنا سابقا هي صورة من شهادة التخرج أو شهادة تثبت بأنك أو وثيقة تثبت بأنك في آخر مرحلة من الدراسية، وبعض الأوراق التي يجب عليك إرفاقها. هنا سوف نعرف الأوراق التي يجب علينا إرفاقها بالضغط على Document. هنا سوف تقوم بإرفاق جميع الشهادات التي حصلت عليها فقط لتعزيز حظوظك للتقديم والنجاح والقبول في هذه المنحة. شكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.